مرحبا، يعطيك العافيه مشتركي قناه جي اي اس اتش. وراح اشرح بهذا الفيديو عن بعض الادوات اللي نستعملها في الارصاد الجويه لحساب التبخر والمطر والاشعاع الشمسي وسرعه الرياح. بدايه عندنا هنا البان ايفابوريشن او احواض التبخر. لاحظوا ان البان ايفابوريشن عباره عن حوض معدني قطره تقريبا 1 متر مصنوع من المعدن مغطى بشبك عشان نمنع اللي هو الحيوانات او الطيور من الدخول او شرب الماء في هذا البان. ولاحظوا البان ايضا منخفض او سوري مرتفع عن سطح الارض، حاطينه رافعينه على خشب مثلا بحيث انه ما يتاثر بحراره سطح الارض. البان طبعا بيكون له ووتر انلت او مزود للمياه على شكل ماسوره بتعبي فيه ميه. ايضا البان بيكون هون متصل مع محطه او جهاز عشان يسجلنا اوتوماتيكيا مع كل ساعه او كل فتره من الزمن كم بيكون عندنا الايفابوريشن. فهذا البان ايفابوريشن هو اوتوماتيك مش مانيوال، يعني انا مش بحاجه اجي واخذ قراءات منه كل فتره. راح يكون هو في ووتر انلت عليه وفي ووتر اللي هي جيج ستيشن، هاي اللي بتسجل لك معدل الايفابوريشن كل وقت بوقته، بتسجله حسب ليفل المي الموجود فيه. راح نتعرف الان ايضا على محطه رصد المطر الاوتوماتيكيه اللي اوتوماتيك رينفول جيج ستيشن او بيسموها ريكوردينج رينفول جيج ستيشن. لاحظوا كيف شكل المحطه من بعيد، عباره عن وعاء معدني باللون الابيض بنعمله عاده عشان اللون الاسود احيانا بيكون بيمتص حراره فبأثر على قيم الايفابوريشن الموجوده عندنا. ارتفاعه تقريبا 1 متر عن سطح الارض، المحطه على شكل انبوب معدني مصنوع من المعدن لونه ابيض. لاحظوا هون عباره عن زي فانل او مكان مثلا عشان تجمع فيها المي من هون. ايضا المي تدخل عبر الثقب الموجود بالنص هون، بتسجل قيمه الرينفول او البريسبيتيشن او المطر اوتوماتيكيا وايضا ترحل الى المحطه الرئيسيه. راح نصورها الان بالفيديو معنا. هون بتم عمليه تجميع المطر وتسجيله وبتنشبك تلقائيا مع محطه تجميع الداتا الموجوده عندنا هون الان بالفيديو. لاحظوا الان المحطه اللي هون هاي بتقوم بتجميع الداتا الموجوده عندنا وبتقوم ببعض القراءات او بعض الميجرمنت للارصاد الجويه مثل سرعه الرياح او اتجاه الرياح ومعدل الاشعاع الشمسي. لاحظوا الان المحطه هون فيها البوكس الابيض اللي هون او الصندوق الابيض، في بعض الموازين الحراره اللي عندنا هون موجوده اللي بتفيدنا، وفي بعض الاجهزه عشان هيك بيكون مسكر بالعاده عشان نتجنب انه الناس تعبث في هذا الجهاز. ايضا عندنا هون الجهاز الصغير اللي هو بسموه بيشي ايفابوميتر، اللي هو بيعتمد على قياس الايفابوريشن بانه يجيب ورقه فلتر او يعني بيبر معينه بتنبل بمي ومن هاي البيبر بحسب الايفابوريشن. طبعا البان ايفابوريشن ادق منه بس عاده بنستعمله ببعض الحسابات اللي هو البيشي ايفابوميتر. الان نيجي للجهاز اللي بعديه اللي هو بقيس لنا معدل الاشعاع الشمسي ومقداره. لاحظوا عباره عن عدسه تقريبا بتحسب لك معدل الساعات الاشعاع الشمسي وعدد ساعات الاشعاع الشمسي خلال اليوم. ايضا عندنا هون خليه طاقه شمسيه عشان تزود المحطه هاي بالكهرباء لانها بتعمل على ارسال البيانات بحاجه للكهرباء، فخليه طاقه شمسيه عشان ما تنقطع من الكهرباء نهائيا. وعندنا ايضا اللي هون سرعه واتجاه الرياح واللي بسموه جهاز انيموميتر. لاحظوا في راس السهم في عندنا مروحه بتقيس لك سرعه الرياح، والسهم نفسه بيعطيك اللي هو الويند دايركشن اللي هو عشان يعطيك اتجاه الرياح. لاحظوا الان كل المعلومات اللي حكيناها اللي هي سرعه الرياح واتجاه الرياح معدل الاشعاع الشمسي والتبخر والرينفول هي عباره عن باراميترز بالارصاد الجويه بستعملها عشان احسب منها الايفابوريشن بمعادلات بينمان مثلا او معادله ماير معادله دالتون اي معادله ايفابوريشن بحاجه لمثل هيك داتا عشان نحسب فيها. هيك بكون انا هنا شرحت معظم الادوات الموجوده عندنا. في فيديو اخر ان شاء الله رح نشرح المحطات اللي هي نون ريكوردنج او الغير اوتوماتيكيه. لاحظوا الان كل الاجهزه اللي هون من ايفابوريشن من رينفول من سعات اشعاع شمسي من بيشي ايفابوميتر من ويند دايركشن ويند سبيد كلها متصله مع المحطه هاي السنترال الموجوده هون. ولاحظوا باعلى المحطه في عباره عن انتين او يعني عشان يعطي اشاره متصله مباشره مع اجهزه اللي هي دائره الارصاد الجويه بحيث تسجل الداتا ريل تايم او بسموها هاي التليمتري او القياس عن بعد. هيك بنكون انا هنا شرح الاجهزه ويعطيكم العافيه.